مساء الخير واهلا بيكم ولقاء جديد من مصر النهارده. اهلا بيكم. انا كنت منقطع عن العمل بسبب انفلونزا شديده شويه. انتوا عارفين ما يمنعنيش عنكم الا الشديد القوي. الحمد لله. احيانا الانفلونزا بتبقى مفيده لان بتخلي الواحد يسكت، واحيانا بيبقى مطلوب ان الواحد يسكت لان السكوت احيانا بيبقى مفيد، واحيانا السكوت بيبقى ليه معنى، احيانا السكوت بيبقى احلى من اي كلام او اهم من اي كلام. على كل حال، يعني انا بعتذر لحضراتكم ان انا غبت الفتره اللي فاتت، لكن طبعا زملائي يعني قاموا بالمهمه على اكمل وجه، الاستاذ تامر والاستاذ خيري والاستاذه منى، وعملوا شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت، وانا بحييهم على الشغل اللي قدموه. وبنرجع تاني معاكم النهارده، عندنا في حلقه اليوم مفاجاه جميله جدا، اعتقد انكم هتبقوا سعداء بيها جدا. ده اللي نزلني الشغل فورا، نزلت على طول. هحكي لكم بعد الفاصل ده ايه اللي حصل بالظبط. خلى النهارده معانا الاستاذ علاء مبارك والسيده هدي راسخ، معانا لاول مره بيطلعوا في التلفزيون، يعني ما طلعوش قبل كده في التلفزيونات، وهحكي لكم ايه اللي حصل بالظبط بعد الفاصل. انما هيبقى معانا كمان الدكتور سعد هلالي. الدكتور سعد هلالي استاذ الفقه المكرم بجامعه الازهر الشريف، كان معانا في اكتر من لقاء، وكان موجود معانا الشيخ خالد الجندي. والشيخ خالد الجندي بس اعتذر النهارده لانه مسافر خارج القاهره، فمش هيبقى موجود معانا النهارده، ونتمنى له سفريه كويسه ان شاء الله. هيكون معانا الشيخ سعد الهلالي، هنتكلم عن اشياء كثيره من ضمنها كيف نتصدق على موتانا، يعني كيف نقدم لموتانا اشياء واحنا عايشين، يعني ازاي نقدم لهم، وهل المتوفى بيوصل له ايه بالظبط، يعني يوصل له الصدقه، ايه الصدقه الجاريه، انواع الصدقه الجاريه. كل الحاجات دي هنتكلم فيها مع الدكتور سعد هلال، وهيكون معانا برضو تليفونات على الهواء، تخشوا معانا وتتكلموا وتقولوا اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. يعني نبدا حلقه جديده، وتبقى حلقه مميزه وحلقه مختلفه. وبشكركم على كل اللي سالوا عليا، بشكرهم جدا جدا، وكل اللي كتبوا عليا في الجرايد كلام مش صحيح برضو بشكرهم. انتوا عارفين انا شعاري دائما انا مع الذين قالوا نعم والذين قالوا لا، ده يعني فمش مشكله. كتبوا عندي في جرايد كلام، يعني طبعا كله الحمد لله مش حقيقي، لكن عموما الاهتمام ده شيء انا بعتز بيه جدا وبسعد بيه جدا وبفخر بيه جدا. وانا بقول ان انا من صنع الناس، انا موجود في التلفزيون النهارده نظرا لحب الناس واحترام الناس ليا، وده شيء انا بعتز بيه جدا وبقدره جدا، وبيبقى حمل عليا مش عارف ازاي اعوض الناس. ويمكن ده جزء من اللي انا بعمله في فقره المشاكل، ان انا برد جميل الناس عليا، لانه انا موجود في الاعلام بالناس، الشارع المصري اللي بحبه جدا وبقدره جدا، وهو الحمد لله بيبادلني نفس الحب. واسئله الناس عليا كانت شيء اسعدني جدا. وفاصل ونلتقي مع المفاجاه.